الروضة صارت جزء من حياتي، بتعلم وبعلم فيها كمان. أول ما بلشت جيت متطوعة، فجذبني هذا الإشي وحبيت إني أشوف كيف الأولاد، كيف مستوياتهم، كيف تفكيرهم، كيف كل ولد عنده قدرات غير عن الولد الثاني. عالم الأطفال بحسه واسع كثير، يعني كل طفل عالمه مختلف عن عالم الطفل الثاني. بكف الحنية اللي بتعطيهم إياها والدعم النفسي، هو أكثر إشي في هاي المرحلة حب استكشاف بكون عندهم، يعني غير طبيعي. أهم إشي أنا بشوفه الثقة بالنفس، لما يكون واثق بنفسه بيعمل أي إشي بده إياه. الأطفال بعلمونا حب الحياة، ببلش معهم خلص أنا طالب زي طفل، يعني بنسى إني معلمة. هلا جميع اليوم بكون عن جد جميع اليوم بكون حلو. مرات بعد يعني بمر اليوم وأنا مش حاسة، بحس إني لسه بدي أعطي كمان، في أشياء بدي أعطيها لسه.